ناخذ مقادير وصفتنا الدجاج بالبيستو. صدور الدجاج مع بيستو الريحان والموتزاريلا. بدنا صدور دجاج مسحب، بدنا بندورة كرزية، بدنا بيستو ريحان، بدنا معكرونة مسلوقة للتقديم، جبنة موتزاريلا مبروشة، زيت زيتون. وللتتبيلة بدنا زيت نبات، 2 ملعقة كبيرة خردل، بدنا نصف كوب لبن، إكليل الجبل، زعتر ناشف أو فرش، برش ليمون، عصير ليمون، ملح، فلفل، ثوم نص أو بصل، بودرة بابريكا مدخنة، كزبرة مطحونة. خلصنا. شكرا. عفوا، أهلا وسهلا. أني تايم. يلا يا أمر، هاي إحنا على السوشيال ميديا كمان أكيد، ولو سمحتوا حطولنا أرقام الهواتف بأسفل الشاشة إن تكرمتم. يلا يلا يا حبيبتي يلا. طيب بنصبح على انشراح الحباشني، أم رامي، كنعان، رجاء بدوية، وأيضا محمد الخوالدي، ونور الدربيع، وهدى كرشان. بتصبح أمها بالعقبة، وأم شادي الخالدي، ومع شوقة أحمد بتصبح علينا. الله يسعد صباحهم. بدنا نلبس هلا جلفزاتنا ونشكر الشركة الإقليمية التجارية لتزويدنا باللاتكس أو جلفز المطبخ. ماليزي المنشأ، توريد ماليزي، كواليتي عالي ومتوفر بكل الألوان، الموف والأزرق والأبيض. أكيد اليوم ما عندنا رز، بس لازم نقول صباح الخير لأرز قطاف، رز حبة متوسطة أمريكي، واللي عم يبعث لي ويسألني نعم هم عندهم المبخر، لأن حكيت لكم هو نفس الرز هداك صاحبنا بس تغير الاسم، حبينا على نيو يير نغير اسمنا فنزلنا باسم قطاف. وأخيرا وليس أخيرا كل الألوان الحلوة عم تشوفوها أمامكم على طاولتنا، والريحانات الفريش من عند أسواق الكرمل للخضار والفواكه، موجودين بشارع الحرية، ضاحية الياسمين، وشارع القدس، وصوفية بالقرب من صوفية فيلج، ومنتجات الكسيح اللي ما إلنا غنى عنها. اليوم رح نستخدم من عندهم الملح والفلفل، بالإضافة إلى النشا باستخدام لتحضير القشطة وحشوة الكروسان. تمام؟ تمام. يلا، ومعنا كمان راعي اليوم خامس الست كاتي فراج. يلا. في سؤال بسؤال بحكوا لك، متى الكرة ششف علي؟ باتشر أو عقبة باتشر؟ لا باتشر إن شاء الله بكرة إن شاء الله. طيب إيش بدك تعملي؟ يلا حبيبة قلبي، هلا رح نعمل تتبيلة. هاي التتبيلة بتعمليها مع دجاج مسحب كامل أو مقطع بصير، بتعمليها تاكليها للمتبعين نظام غذائي صحي بصير. بصير بتحبي تحطي جنبها معكرونة بصير. إذا هاي الخلطة بتزبط وكتير زاكي، يعني حطي معاها. وقال لي هلا شباب العزبية، حط الخلطة على صدور الدجاج على المقلاية والسلام. تمام تمام. حطينا لبن، بعدين الماسترد اللي هو الخردل هالشكل. سيف بحكي لك وين متوفر رز قطاف؟ سألتكم. موجود بكل الأسواق، هاي بيتم توزيعه الآن بالمؤسسات، يعني بكل الهول سيل، يعني كل الأماكن موجود. يس. هلأ كمان رح نحط كاتي لهذا الموضوع اللي هي عندي الباقة العطرية الفريش. الفريش بتروح ريحان، كليل الجبل، تروح معاي زعتر، والزعتر البري تحديداً اللي بيكون كتير صغير. كليل الجبل هو نفسه حصلبان، هو نفسه روزميري. تمام. لو أنا مسكته زي هيك وحطيت على إيدي بشم ريحة قوية. إذا كان مزروع عندك بالبيت قبل ما تستخدميه بأي طبخة، مثلاً بكاسة شاي، بإشي، انقعيب مي. ليش كاتي؟ هاي الحبة الورقة الصغيرة فيها من هون اللي هي زوايا، هاي الزوايا بتحشر جواها التراب، لو غسلتي بيضل فيها تراب، إذا لازم ننقعه. تمام. هاي شايفين أنا ناقعته بالصحن لما صار لونه تمام. بعدين ما بكتر سواء مع السمك أو مع اللي هي أي خلطة، لأنه الزيوت العطرية فيه كتير قوية. أفركي إيدك فيه وإطلعي لثلاث أربع خمس ساعات ما بتروح عن إيدك، بكفي. صحيح. تمام؟ تمام. بعدين رح نحط زعتر ناشف، عندك بري خير وبركة، البري موجود عند الكرمل بتلاقي. بعدين رح نحط كمان برش ليمون بدون اللب الأبيض لحتى ما يمرمر معاي. بعدين رح أحط عصير ليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، هالشكل. وبعدين رح أحط زيت نباتي، زيت زيتون زي ما بتحبي. وآخر شيء رح نحط البهارات اللي ذكرتهم كاتي بالوصفة. تفضلي أم، رح نصبح عليها. طب سؤال بطرح نفسه، عادي لو استخدمنا بيستو صوص جاهز المرتبنا؟ هلأ البيستو صوص أنا عملته كتير في يوم جديد، هو أساسه بيستو الريحان اللي هو عبارة عن عشبة الريحان. وديري بالك ريحان الأكل غير مش زي ريحان الزينة، ديري بالك من وين تشتري. أنا جايبته من الكرمل.
تمام كاتي. بلاس بانه غير الريحان هو لازم اساسه وروح قلبه ينحط معاه سنوبر وزيت زيتون. السنوبر كثير غالي. غشي في هالدار، حطي لك لوز، حطي لك بمشي. اي انا حاطه يعني لوز، ما عندي سنوبر. اقول لك عندي سنوبر بديش احط غالي. لا كثير، لا كثير حلو هذا الموضوع انه بنفع مع اللوز بدل السنوبر، انه في كتير ستات ما عم بيقوموا مثلا بيعملوا البيستو بالبيت. لا بقول لك مش معرفك بالمرتبانات حاطين سنوبر ولا لا. على كل حال خلينا ناخذ اتصال. الو صباح الخير. الو صباح الخير، تعالوا لي الصوت بالاستوديو لو سمحتوا. كيفك عايشه؟ الو اوكي. هلا عم نحط البهارات اللي حكيت لنا اياها بالوصفه، توم وبصل باودر، حطينا ملح وفلفل من الكسيح، بالاضافه للبابريكا المدخنه لونها على بني. صح تمام، تعطي طعم جدا قوي. ممكن تستخدميها لقطع الدجاج، قطع اللحم، وممكن كمان كاتي على البطاطا بعد ما تقليها حطي لاولادك منها، كثير زاكيه. صح، فانا هون راح احط من عند اي عطار اسمها بابريكا مدخنه، يعني ريحه شوي مبدئيا. اوكي ناخذ اتصال عائشه من جديد. الو صباح الخير عائشه. الو صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. كيف منيحه؟ كيف وصفه الشيف علا لليوم؟ تحبي البيستو؟ لا ما جربتها. بتحبي هاي الشيف علا معك؟ تفضلي. صباح الخير يا قمر. صباح الخير، كيفك الشيف؟ هلا حبيبة قلبي، أهلا يا قمر، أهلا. صباح الورد. قولي. لا صبح عليك. الله يسعدك ويسعد هالصباح الحلو، وإن شاء الله بتضلي بألف خير دائما. أهلا وسهلا فيك ستي. تمام، هلا احنا كاتي يفضل هاي قبل بليلة، قبل بليلة كيف طعمها بيكون إشي مش معقول، زاكي والسلام ختام. طيب بروح بحطها بجريل وبقلبها على هالغاز وبستوي صدور الدجاج، لا تحتاج لا تدقيها ولا إشي. حطيتها بالفرن وطلعت معي، هلا بورجيكم كيف طلعت معي. هاي راح اخليها منقعه. بتنزليها مع الصوص تبعها بالفرن ولا؟ نعم. اوكي، عشان يتشرب كل النكهات، خصوصا انه فيها ليمون مع المزازه تبعت الخردل. رهيبه. طيب في معنا اتصال من رندا. الو صباح الخير. فصلت رندا، ارجعي لنا يا رندا. ارجعي لنا يا رندا. يلا حبيبتي معك. طيب صبح على منصبح على ايضا علا حسوني بتحكي لنا صباح الخير. لمي عطا الله، انشراح الحباشنه بتصبح علينا. ام سامر المجالي صباح الخير، زمان عنك. بتحكي حبيبتي مني ومن الشفاء، بيقول لك دخلت الفرح علينا بابتسامه جميله وتفاؤل وسعاده وطاقه ايجابيه. دائما علا مبدعه وفنانه وبتغير في الاطباق المتنوعه والنفس الطيب في الاكل. رماس عوده صباح الخير، كيف الحال يا رماس؟ زمان عنها. ابتهال الترتير، ام عبد الملك الشطي، سلسبيل محمد، يا صباح الفل حبيبه قلبي من جرش، وماجده بتصبح علينا، ام رأفت الحمارنه، ام قاسم العكور، اثيل المناصير بتصبح علينا، وماجد الميمي بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، محمد أبو العسل، وأشرف الخوالدي، محمد الخوالدي، وغسان الرماني أتوقع، أمون حبيبتي ملاحظتك أخذناها في عين الاعتبار، وفخري أبو فخري بيصبح علينا بيحكي لنا صباح الخير، وايضا ام محمد وام رأفت الحرباوي بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. تمام، هلا احنا كاتي شلناها من الخلطه، وزي ما حكت كاتي مع خلطتهم، بعدين شوي شوي على الجريل ملايه عاديه غير لاصقه او بالفرن بصير. اعطيتها لون وامورها تمام بعد ما استوت. تمام، بعدين رح نحط عليها جبنه موزاريلا ونروح على الفرن لحتى تسيح الجبنه، بعدين رح نحط طبقه من البيستو صوص او صوص الريحان، وبعدها رح نحط اللي هي تشيري توميتو او البندوره الكرزيه. هلا بعمل لها خلطه على النار وبنقدم تحتها شوي من المعكرونه. رائعه جدا هذه الوصفه على فكره. نعم. طيب عبير مزايده حبيبه قلبي يسعد عمرك، ومحمد نهار البطوش، واملي بالله بتصبح علينا، ام فادي حبايبه يا صباح الفل، سهام صباح يا صباح الفل، وصقر الحربي بتصبح علينا وبحكي لنا صباح الخير، ام كريم للطفيله الهاشميه بتصبح علينا، وسميرة المستريحي بتحكي لنا صباح الخير، أسماء بركات، وأم حارث المشاقبي بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير يا صباح الفل. حبيبتي
هدى كريشان بتحكي ورقة الريحان العريض للأكل والصغير للزينة. صحيح؟ نعم. ديروا بالكم في أنواع، بديش أخوفكم، بس في أنواع للزينة قد يكون سام. ديري بالك شو تستعملي ريحان. أكيد. بعدين كمان كليل الجبل كلنا بنزرعه، بعدين احنا على قولة اهالينا بلط او 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 يعني بلط يعني بمعنى انه بنتشر بسرعه، عينه قوية. هائله، عينه قويه. نعم، هو بالضبط هذا المصطلح. فبنتشر كثير. هلا اذا كان على الارض على الارض على الارض، عمرك لا تاخذي اللي قريب من التراب. هاي التراب وهي الشجره، ها هيك لا تاخذي هذا الجزء لانه في بساس. طبعًا. في امور كتير. تمام، دائما خدي من فوق، بعدين نكهته من فوق. تكون نسبه الزيوت فيه جدا عاليه، فديري بالك. طيب تعالي ترتير شيف لو سمحتي، بدي تعملي الباشا وعساكره على الطريقه الشاميه. ايه بشري، ايه بنت عمي. هيا بتصبح علينا، بتحكي لنا صباح الخير شمس النهار. ريهام بتصبح علينا. العنود خلف الجحاوشه بتحكي لنا صباح الخير. في معنا رندا، يلا الو صباح الخير رندا. صباح النور، كيف حالك؟ حبيبتي أنا رندا الكعابنة من هاشمية من الزرقاء. يا ميت أهلا وسهلا فيك وبكل أهلنا وحبايبنا بالزرقاء. حبيبتي حبيت أصبح عليك وعليك يا صباح الفل والدحنون. أحلى وصفات من إيديها ما شاء الله عليها. هيها هيها تتنقل الفراشة في المطبخ. صباح الخير بقزدر. صباح العسل يا عسل حبيبتي. انا عملت طريقه المقدوس على طريقتي، كملت المقدوس وعملت معمول على طريقتي. شيء بجنن عن جد ما شاء الله عليكي. من تحت ايديك الحلوين اكيد بده يطلع بجنن، لا شك يا قمر حبيبتي. حبيبتي الله يسعدك يا عمري، يعطيكي الف صحه وعافيه. هلا ستي. هلا حبيبتي. شمس النهار بتحكي لك علوش بدي. أيوة. قدرة قادر أصلاطن. ابشري مع أصلاطن حطيتك. هلا بدنا نعمل هيك شوية بندورة هيك يعني تشويحة بسيطة. تمام، زيت الزيتون حطيت له كليل الجبل. شوفي عم بعمل فيه أنا شو، بس بعمل عم بنكه الزيت بنكهة الروزميري. تمام، هذا واحد. اثنين كاتي إيش بصير، عم ينقلها صح، سحبت كل الزيوت العطرية وصارت النكهة قوية. إذا خليته رح يصير طعم البندورة مر مش زاكي. إذا أنا سحبت الزيوت العطرية منه وفورا بشيله. هاي الخطوة اعمليها مع الفريش ماشروم أو المشروم الأبيض الطازج، إشي مش معقول. تمام، ما تخليه. أوكي. العيون السود حبيبة قلبي حاضر. وأم محمد العليان بتصبح علينا من القدس، تحية إليك ولكل حبايبنا بالقدس. محمد جبر ورد المشاق بده طريقة عمل الهريسة وردة. أوه سوينا هون إشي مش معقول كانت. سلامة قلبك أم سامر مني ومن علا. علا كمان بتحكي لك ألف سلامة عليكي. الله يسلمها يا ربي ويسلم عمرها. طيب في معنى اتصال. هيا الله صباح الخير. صباح النور صفا. كيفك هيا؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ الحمد لله كويسة حبيبتي. هاي شف علا معك، تفضلي. مرحبا شف علا. ألو صباح العسل. صباح النور. أهلين، صباح النور والسرور. بنحب دائما نحظى لك وبنحب صباحك. وأنا بحبكم برشا. أهلا وسهلا بالأمر. طيب تمام. هلأ هاي المعكرونة هي نوع من أنواع المعكرونات السباجيتي، درجة من درجات الفتتشيني. هي خيوط عريضة بس مش زي الفتتشيني اللي بتعرفيها أنت. تمام، مي، حطي بالمي زيت نباتي وملح، بعدين بتحطيها بلانش سريع شوي بالمي، بعدين بلانش تحت المي من الحنفية بهالشكل. بس تخلص وتصفيها وتوقفي مدة الطهي، تعملي لها بلوك بالطهي يعني تنزل عليها مي من الحنفية. بعدين صفيتيها زي ما انت شايفة أمامك، حطيت عليها زيت نباتي كل حبة بحبتها وكمان بتلمع. أوكي يا. في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح النور. كيف حالك يا زان؟ هلا يسعدك. كيفي أخبارك؟ الله يسعدك طول عمرك. أنت شو الأخبار؟ شكنا عليك، نشكر الله والله. إن شاء الله دائما بيستاهل دائما الحمد والشكر. تفضل. حياك يا الله. الله محييك. نحب نصب على الشيف على نيروخ طبعا. هيها معك. أهلا وسهلا بالشيف. أهلا. هلا وبنحكي لك يسلم إيديك على هالأطباق الحلوة. الله يخليك شيف، أنتوا البركة. والله دائما دائما متابعينك.
الله يسعدك وحياك الله. إن شاء الله يا ربي أنت وكل الزملاء بنشوفكم بأعلى المراتب دائما. الله يسعدك يا رب. المرة هذيك حبينا نطبخ الحلبة بصراحة عن جد بجنن. الله يسعدك شيف، أنتوا البركة أكيد، الله يقويكم جميعا. ذكرتنا بحبة الحجة. الله يسعدك، بدي تسلم لي على الأهل كلياتهم. الله يسعدك. الله يسعدك. لو سهلة فيك شيف، حياك. وشكرا لكم، يعني إبداع إبداع وفن. الله يسعدك احنا وانتو اجمعين ان شاء الله، وكل الزملاء بألف خير بتضلوا، والله يقويكم جميعا. اهلا شيف وشكرا على اتصالك. يلا يا عمر. اوكي شيخة مها بتصبح علينا. يلا ملح وفلفل على المعكرونة. اوكي فقط بس؟ يس. طب سؤال، قولي. مرات بحطوا شوية تومة، يعني الزيت اللي على هاي بحطوا عليه شوية تومة بعدين بردوا بديروا اذوق. بس انا ما بدي اضيع نكهة البيستو صوص. اوكي ابدا. تمام ستي. طبعا هذا باكيت، شايفين قديش والله بركة. والله ايوه. يلا حطي معك. احنا عم بعمل هيك تشويحة بسيطة للبندورة، هيك عم بخبطها هيك شوية لسعة، في نكهة الملح والفلفل والأوريجانو او الزعتر، بالاضافة انه الزيت اصلا طعمه. خلينا ندوق كاتي صراحة الروائح يعني شهية جدا. شايفين كيف صارت طرية بس لسه ماسكة حالها. يلا تدللي. سخني سخني زاكي. يلا حشيك على الدجاج ومعك رح نكمل معاهم. منى الزيود أم غازي بتقول لي ردي، بعتي لي يا منى كمان مرة لو سمحتي. منى الزيود أم غازي بعتي لي إيش بدك كمان يا حبيبتي. لورا الكسواني بتصبح علينا. مي من جرش بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. أم محمد المزايدة بتحكي لنا صباحكم معطر بذكر الرحمن. وهاني أم محمد صبح علينا. أشرف الخوالد، برنسس أمل، واسل سبيل محمد. أنا أم معتز من جرش، يا هلا ومرحبا فيكي. حنان أبو غوش بتصبح علينا من السعودية، بتحكي لنا صباح الخير، وبتصبح على أختها غادة أبو غوش بالولايات المتحدة الأمريكية. برنسس أمل بتحكي لنا أنا عم بتابعكم من عجلون. وأم ندى الخوالد بتعزم حدا يعني على أكلة، فإحنا كمان معزومين عند أم ندى. وحبيبتي حبيبتي يا شيخة. وأيضا من صباح الورد يا منى، ابعتي لي إيش بدك. خلود وأيضا مي حبيبتي شكرا. صلاح الإبراهيم أبو راشد، حنان وأم شادي طعامنا. والعيون السود بتحكينا صباح الطاقة الإيجابية. أوكي يعني منيرة، ليش ننكد؟ عاد هالدنيا بدها تمشي بحلوها بمرها. الله ماشي ماشي وما بتتنى حدا، فلإيش الواحد يأثر على حاله. طيب. يعني هو إحنا بالنهاية بشر لا شك، وكل واحد عنده طاقة يتحمل، وكل واحد عنده هموم. أوعك تنغري بالمشاكل بالمظاهر، ترى هذا كله مناظر كذابة 100% 100% يعني عنا وعند غيرنا. فكل واحد عنده هم، عنده التزام، عنده فيعني ابتسمي سيدتي. طيب هلأ إحنا بس رح نقدمه بشكل سريع عشان نطلع فاصل. بلاش إيش، يلا بلاش مهند يزعل علينا. يلا اعطينا دقيقتين يا مهند. البيستو صوص هلا خذوا راحتكم. نفضنا. انا خفت وانت بتحكي خذوا راحتكم. طيب معك يا عمر. اوكي بنصبح برضو على نسرين النجار، زيد الحنيطي، ام يامن الجرادات، وميري فرح عبيد. منتهى بتصبح علينا من ماحس، وصباح للمخرج جمعة صمادي، رضاك علينا أبو عدي. أنفال الخوالدة بتصبح علينا، ونور الهدى، وعدنان، وهبة يوسف بتصبح علينا وبتحكينا صباح الخير. أم رداد القرشي وأم رسول بتصبح علينا، أم نورس بني هاني، يسرى السواعير، وفاتن أبو عايشة بتصبح علينا وبتحكينا صباح الخير. محمد الخوالدة بوجه لك تحية، دائما يعني مثابر معنا على اللايف الصبح، وبكمل بالمطبخ مع الشيف على نيروخ. لونا تصبح علينا، وفريال القسراوي صباح الفل، وايضا ام عبود عوده، وايضا منصبح على زيد الجمعات، وام محمد العقرباوي صباح الفل. فيري نايس. زاكي يعني بحبوا كمان هاي الاطباق، رح يستمتع جدا. شيء كثير زاكي ولطيف. صحيح. يحدث السعادة نوعا ما، هي وجبة تجلب السعادة. نعم هذا البارت، هذا أذكى شيء بترجعوا له.
يعني بهالشكل وجبة لذيذة. على فكرة بدنا ناكلها بمطعم برا سعرها مكلف جدا. فلما تعمليها بالبيت حق الطبق اللي بياكله شخص واحد تعمليه للبيت كله بالضبط. يعني هذا الشيء اللي بحبه فعله. يعني بتعملنا الأكل اللي بناكله برا بس سعر الصحن الواحد بتعمل لعيلتك كامل. بالضبط، لأنه اللي بيجي بقول لك كيف بتقولي ما بيكلف، لا المقصود بالضبط هذا هو. نعم. طب سؤال عشان مع المشاهدين، قولي علا مثلا هالبيستو هاي لو درنا عليها كريمه وغليناها شوي نحطها جنب ال 100% عشان تعطي اكثر. انت بتسمعي حكي اعمل لك كريمه كريمه كثير اسكى. يلا